الفرق بين حياتك قبل الجواز وحياتك بعد الجواز زي الفرق ما بين أفلام الأكشن وبرنامج طبق اليوم مثلاً. الاتنين بيجوا في التلفزيون بس ده مود وده مود تاني خالص. يعني خد عندك مثلاً قعدة البيت قبل الجواز. قعدة البيت قبل الجواز يعني إيه؟ يعني فيلم حلو، شوية فشار بالزبدة، شاي بنعناع، سحلب بالمكسرات، رز باللبن، أي حاجة بحاجة كده دلع. بعد الجواز قعدة البيت يعني إيه؟ يعني تنزيل الستاير، تعليق الستاير، تركيب اللمض، تثبيت الدش، تنظيف السقف، أي حاجة مضاف ومضاف إليه بشرط يكون داخل فيها السلم الإيديال أو اي اكروبات وخلاص. الويك اند قبل الجواز بينقسم لجزئين، نوم كتير، انتخى كتير، الجزء التاني بيبقى فسح كتير، سهر كتير، تمام؟ الويك اند قبل الجواز هو الوقت اللي بتسترد فيه انسانيتك، تشحن فيه بطاريتك، تخش على الاسبوع كده عامله زي العربيه وهي خارجه من المغسله، تحس ان كده في انسان جواك وجوايا. الويك اند بعد الجواز بينقسم لجزئين برضو، الجزء الاول تنظيف وزيارات عائليه، غسيل، طبيخ، مكوى وحموم العيال وساعات علشان نكسر الملل بنغير الملايات. الجزء التاني هو المكافاه بقى، زيارة طنط اعتدال وعمه تحسين علشان راجعين من العمرة، ولازم لازم لازم نروح نقضي وقت عائلي ولطيف معاهم، وده الوقت اللي انت بتبقى قاعدة بتضحكي فيه كده ونشرب شاي بلبن وناكل بسبوسة بيتي تخينة كده وصايصة، ودي بتبقى فرصة برضو انك انت ترجعي الشغل اول الاسبوع وانت سعيدة وحاسة ان في حاجات ابشع من الشغل السخيف بكتير جدا. المصيف مثلا قبل الجواز شبه الويك اند بس على كبير، بحر، انتخى، استجمام، فرفشة، خروج وضحك وكده. تحس انه مش ناقص غير ان يبقى فيه اتنين وراكي بيهووا عليك بمراوح ريش واربعه يخشوا عليك بطبق فاكهه عملاق، متعه. بعد الجواز بقى المصيف هو سواقه لمده 4 ساعات متواصل على سرعه 70 علشان مراتي مشدوده من السرعه ومتشنجه في الدواسه وبتفكرني طول الطريق ان معانا ارواح اطفال في رقبتي وحسبي الله ونعم الوكيل وكده. طب السواقه ممكن استحملها، لكن ليه افضل طول الطريق بسمع هم النم يا روحي وانا ابريق الشاي؟ انا رايح المصيف مش رايح طيور الجنه. على البحر بقى طبقات السان بلوك للعيال احسن ظهرهم يفقفق، العياط ولسعات قنديل البحر والصريخ ودوا السخونيه والحزن كله، ببقى عايش حاله من الاثنين حضرتك، يا اما ابني خايف من الميه وامه مصممه تنزله وهو بيصرخ، يا اما ابني مش خايف من الميه وسارح لغايه البراميل وامه بتصرخ وبتشدني من دقني. خدت بالك ان كل حاجه بتتغير قبل حاجه وبعد بتبقى حاجه تانيه؟ كل حاجه. اه الفلوس مثلا. ايوه الفلوس، المرتب مثلا. قبل الجواز المرتب بيبقى بوكيت ماني، انت اصلا ساكنه ببلاش، قاعده نايمه واكله شاربه، مستهلكه كهربا غاز وميه وانترنت كله ببلاش. اول كل شهر بيجي لك مبلغ مش بطال، بونص كده، متعه، مياصه وقله ادب، بالظبط زي الحاجه الساقعه بعد الاكل وانت شبعانه، نعناشه كده. المرتب بعد الجواز يا حرام بيبقى عامل زي الكلب الحيران، مش عارف يروح فين ولا فين، الايجار الجديد ولا الاقساط القديمه، الدروس الكتيره ولا الهدوم الجميله، الكتات بتاعه المدرسه اللي بتضيع كل اثنين وخميس، مش عارف ليه ولا ايه ولا ايه، لدرجه اني لو جعت وجبت كيس مولتو من الكشك بفضل الوم نفسي طول اليوم، اضطر احطه تحت بند النسريات علشان اسكت ضميري وابرر الطيش ده للجنه اللي هتيجي تعمل جرد اول الشهر. غلب. عندك ايه تاني؟ الاكل. بصي، هو الاكل بعد الجواز وقبل الجواز تقريبا هو بس في فرق بسيط، ان الاكل هو بعد الجواز بيتخن فجاه ومناطق التخن معروفه، في خريطه ثابته للدهون بعد الجواز، الكرش طبعا وبعدين العوامه والترهل العام، عشان خش في تفاصيل يعني. الكرش بيمر بمراحل ثابته برضو، بيبقى كرش صغنن كده بعدين يزيد طبقه بعدين طبقتين، كرش فوق الكرش وكرش تحت الكرش، عارفه انت المنظر ده. وبعد فتره من الجواز الطبقات دي كلها بتلحم في بعض، بيبقى كوره واحده كبيره. في الوقت ده بس تقدري تعملي عيد ميلاد لكرشك، تحتفلي بيه. عندك مثلا ايه؟ ممكن الزعل. الزعل يعني انا ممكن اقول لك على العياط مش الزعل تحديدا. احب اوجه رساله لاي حد بيعيط قبل الجواز، اتلم واسترجل وبطل عياط بدل ما اديك سبب حقيقي تعيط عليه. هجوزك والله هجوزك. طيب الامراض. الأمراض قبل وبعد الجواز بتمشي من فوق لتحت تقريباً. إزاي؟ قبل الجواز تلاقي الأمراض إيه؟ تساقط شعر، حب الشباب، ممكن نظر ضعيف، نلبس نظارة، حاجات بسيطة كده. بعد الجواز والحمل لو ما خدتيش المسائل ببساطة هتبقى الأمراض مختلفة تماماً. هنبدأ نجز على أسناننا فيبقى في مشاكل في الأسنان واللسة. كم سنة كده العيال تيجي مع الهوم وورك الصريخ يبدأ، تبدأ أمراض التهابات الحبال الصوتية والحلق. بعدها القولون، ها؟ نازلين أهو، خشونة الركب، داء الفيل وننزل بقى. فاهمة؟ من فوق لتحت وانت ماشية كده. شوفي بقى
كل ده كوم، والتغيير بجد اللي ما بين قبل الجواز وبعد الجواز هو الأطفال. حاجة غريبة سبحان الله. عندك أنا مثلا قبل الجواز ما كانش ليا في الأطفال خالص، ولا أي تجمعات فيها عيال ولا دوشة ولا الكلام، كنت أتعصب قوي منهم ما استحملش وجودهم خالص. بعد الجواز بقى لما بقى عندي عيال وكده بقيت بتحبهم مش كده؟ كرهتهم أكتر، وعرفت أسباب كرهي ليهم لأني لمستها بنفسي. بصي مش هم اللي أحبابوا الله، لا إحنا اللي أحبابه. إحنا